السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا عندي مشكلة بس بتاعت بنتي. اتفضلي يا ست ام تامر. عندي بنتي معاها 3 أولاد وطي التلفزيون خالص يا ست ام تامر واتكلمي. وجوزها حلف عليها يمين الطلاق ده تاني مرة، وهو قاعد ياكل ويشرب وعندي، وحماتها طردها ب3 أولاد، وجوزها حلف عليها يمين الطلاق، مين اللي قاعد ياكل ويشرب وحماتها عندي؟ رميها بره بقالها سنة من شقتها ملكها بتاعت جوزها، خد لها شقة بره ب500 جنيه، وهو شغال أرزاقي، وشغال أرزاقي وما معهوش يدفع الإيجار. قلت له يا ابني هات مراتك وعيالك واقعد معايا، أنا معايا ولد واحد فاضل اللي هيتجوز. قال لي لا ان شاء الله مش هنحتاج حاجه يا ماما. ببص لقيته بقول له يا ابني يا ترجعها شقتها يا تسيبها. راح قال لي خلاص بنتك طالق ب3 عيال ومدارس خاصه، ولا الفلوس اتدفعت ولا الايجار اتدفع 3 شهور، وجينا نقول لامه. هسألك سؤال بس، استني استني الله يسترك. يعني راجل ارزاقي يوم بيومه يدخل إيه، ولاده هو ليه شغال في مدارس؟ ورشه استني على مونتاج. استني الله يسترك، يدخل ليه ولاده مدارس خاصه؟ ليه هي يكلف نفسه ما لا ما يطيق؟ بتعرفش تخرج ولا تروح ولا تيجي. ليه ما تعيش حياة جوزها؟ ليه بنعمل في بعض كده يا ست ام تامر؟ ما ما هو لازم. حماتها دردها بره والطلق والعيال صبيان. ايه دخل حماتها بالمدارس الخاصة؟ بالمناسبة قالت انا له هشتغل وساعدك. بالمناسبة هقول لك على حاجة بس. انا ما دخلتش مدرسة خاصة وربنا كرمني، واخواتي ما دخلوش مدارس خاصة وربنا كرمنا، وناس كتير ما دخلوش مدارس خاصة وربنا كرمنا. احنا نعيش على قد عيشتنا علشان الخنقه اللي جوزها اتخنقها دي، مصاريف العيال وامه مش مقعداه في المدرسه في البيت وقاعد عندك وكل ده ضغط عليه. استنى لما انت جيتي قلتي له يا ابني يا ترجعها يا تسيبها، قال لك خلاص بركه يا جماعه، لانه مخنوق. اتفضلي يا ست ام تامر. يا جماعه اذا كان ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فليه احنا نكلف نفسنا ما لا نطيق؟ انا راجل دلوقتي عايز اتجوز، إمكانياتي 10,000 جنيه، أتجوز بال10,000 جنيه، بلاش أجيب بالدين والقسط والمداري والمستخبي وأجيب قرض، أتجوز بال10,000 جنيه. اللي هيوافق عليا بال10,000 جنيه ده معناه إنه شاريني العمر كله، لكن اللي مش هيوافق عليا ويقول لي لازم تجيب ولازم تجيب ولازم تجيب وجبت، عند أول أزمة هيقول لي لا أنا مش مستحمل. أتجوز بال10,000 جنيه، هات مرتبة وهات سجادة وهم دول يجيبوا في وقتنا 10,000 جنيه، هاتهم هاتهم. انت مش احسن من بنت سيدنا النبي ولا احسن من سيدنا علي؟ سيدنا علي جوزوا سيدنا النبي بنته، هو ابن عم رسول الله، وكان قادر سيدنا رسول الله يساعد سيدنا علي، وكان قادر وكان يتمنى سيدنا ابو بكر اغنى اغنياء المسلمين انه يساعد سيدنا علي، لكن سيدنا رسول الله جوز سيدنا علي بنته بخاتم حديد، دي فضه مش يا ريتها يا ريتها حديد كمان، بخاتم حديد، قال له خد يلا اتجوز بنتي، والعفش ايه؟ العفش حصيرة ومخدة محشية لوف نخل، والسيدة فاطمة بنت رسول الله دخلت في بيت ملك، هو ملك سيدنا علي، عنده بيت ملك، هنطلب منه ايه تاني؟ على حصيرة ومخدة، وابتدوا هما الاتنين يكونوا نفسهم واحدة واحدة، هبة هبة، والدنيا تمام وزي الفل زي الفل، ولا اختلفنا على قايمة ولا نايمة ولا عفش ولا مؤخر ولا متقدم، لأن سيدنا النبي كان عارف مدي بنته لمين، وسيدنا علي عارف هو واخد بنت مين. ولذلك لما سيدنا علي والسيدة فاطمة اتخانقوا مع بعض، عمر ما هيكون الضامن لبنتك القايمة، وعمر ما هيكون الضامن ليك انك تخدع نسايبك، الضامن ليك الاحترام اللي بينك وبين اللي اخترتها. لما سيدنا علي اتخانق هو والسيدة فاطمة، وسيدنا علي من المبشرين بالجنة، والسيدة فاطمة بنت رسول الله، وسيدنا النبي قال لها أنت أول اللاحقين بي من آل بيتي بعد موته، لما اتخانقوا ملاش روح عند أبوكي، واستحى انه يخرجها من بيتها، راح سايبها وراح رايح الجامع، قعد في الجامع ما طردش مراته في نصاص الليالي، ولا قال لها بالجلابيه اللي عليكي، ولا قال لها انت اللي بيني وبينك ايه قايمه، تعالي هاتي اهلك وخديهم، ابدا، راح قعد في الجامع. سيدنا رسول الله قدرا كده معدي على بنته فاطمه يطمن عليها، لقاها بتعيط، مالك؟ انا اتخانقت انا وعلي جوزي. طيب سيدنا النبي بقى يجيب الصحابة ويجيب الجنود ويقبض على سيدنا علي ويعلقه ويضربه عشان يعرفه غلطته، لا ده نسب، ده جوز بنتي، ده عنده عرضي. فضل سيدنا النبي يطوف في المدينة يبحث عن علي، فدخل فوجده في المسجد، قد نام في المسجد وغطاه التراب، فقال له انهض يا علي، قوم يا علي،
فكان نايم ما سمعوش، فقال له انهض يا ابا تراب، قوم يلا عليك التراب. وضحك سيدنا النبي وضحك سيدنا علي وخدوا بعضهم وراحوا البيت. يا ربي صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. فانت جوز بنتك دلوقتي طلقها الطلقة التانية تحسب طلقة، وتبقى معه لو حابب يرجعها على ما معه من طلقات، وهي طلقة واحدة، والعيال ما نكلفش نفسنا ما لا نطيق. مش المدرسة الخاصة يعني التعليم فيها ما فيهوش سكر يعني، طالما مش طاقتي خلاص يا أستاذ صابر.